السلام عليكم. احنا عندنا من جديد عاوتاني من بعد واحد الغياب شوية طويل لظروف شخصية. دونك جيتكم اليوم باش نوريكم الأغنية ديال حاتم عمور الأخرانية. علاش شي حاجة؟ المهم نوريكم كيفاش كتلعب. دونك فيها 3 بارتي. Les deux premières parties sont les accords. La partie est de ça, c'est l'accord qui est de l'accord. Mais c'est un problème. On va voir comment ça se lève. Les deux idées. Je vais vous faire la petite démonstration. Deux parties les questions d'eau, donc vous voyez comme la première partie. Donc il reste encore un alpha, un demi. نرجعو من بعد لهذا. دونك هادوما لي زاكور. خمسة فرقين على حسب الميزان بحال هكا. بام 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 بام. نوريكم بجوج يدين بجوج. تقدر تلعبوا هاد لابارتي هادي مفرقة بحال هكا. كديروا لاكور مفرق وكترجعوا للنوت اللي قبل من هادي بحال هكا. هكا كتجي زوينة سينو كاين هكا. دونك
دونك تجي البارتي موراها خايف شي حاجة ما عقدتش على لي بارول كدي ما فيهاش شي حاجة كتبدا لاكور كيبدا بفا كان على حسب السمع ديالكم الثانية خمسة دونك تسعود في التوتال بعد الريتم تان 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 دونك أربعة في الأول خمسة وفي اللي موراها خمسة ريكتيفيكاسيون نديرو غير التلاتة في الأول هتجيكم سهلة وهنا خمسة كتجيب حركة تتلعبو هادي عاد هادي تبدأ أنا لاكوردي كي ولي في عود ما كنجيو لهذا كنجيو لهذا في عود ما كنديرو ها ها كنديرو هكا هذا عاد كنرجعو لهذا وكنرجعو في الأول لهذا دونك نوريكم اليد اليمنى دونك ثلاثة مرات أربعة في الأولانية وثلاثة في الثانية هذا هما لي زاكور دونك كنوريكم من يدين بجوج ردوا البال هنا راه كتبدل
نقدروه كيف الأولانية بوحدة بعد أربع مرات وهنا ثلاثة كنتش بحرك كيف قلت لكم لي ذاكر تلعبوا بحركة باش تجي زوين حرك نديرها ثقيلة شكي كتجي زوينة دونك كان هذا هو المرسو نتمنى نكون نفدتكم عجبكم الطريقة ديال الشرح و تكونوا زعما تعلمتوا لو مخصوص انتمايا إذا كان عندكم شي اقتراحات ديال شي أغاني بغيتو تعلموهم كتبوهم في لي كومونتيغ بغيتو دي كونساي هكا في البيانو مرحبا غيتار سولفيج خليو دي كومونتيغ أنا إن شاء الله دونك جو سي زعما en train de créer واحد la page web اللي غادي ندير فيها كاع هادشي وغادي نحط لكم قريبا وما تنساوش تابوناو بارطاجيو لا فيديو او ماكس ونتلاقاو فيديو اخرى ان شاء الله تشاو تشاو